يلا قول 5 دقائق من وقتكم، الله يتقبل. بالنسبة لموكبنا موكب آل دوش، نقيم وجبات طعام، ريوق صباحي، غداء للزوار، عشاء لهذا، مع مبيت، مع الالتزام بكافة القواعد الصحية من لبس الكمامة وتوزيع الكمامات والتباعد الجلوس، وحتى المبيت تباعد مع التعقيم جميع الزائرين عند دخولهم. الحمد لله توفقنا ان احنا نكون من الناس اللي يعني نزور الأربعين الامام حسين سلام الله عليه. انا ما توقعت امانه اجراءات جدا حلوه. دشينا كان في بوابه فيها تعقيم، طبعا تعقيم اليد وتعقيم الدش من البوابه، كان بوابه الدش فيها في رش الماده هاي المعقمه، يعطينا لازم تكون لابس كمام، في تباعد، في استقبال ترحيب لنا، والحمد لله ان شاء الله يا رب اقدر اوصل عند الامام الحسين مشايخ. نتمنى لكم التوفيق دائما، نتمنى للعراق الازدهار، والله يقطع عنينا هذه الغمه، اللهم ادفع هذه الغمه عن هذه الامه. طبعا الاجراءات المتخذه سواء كانت اجراءات امنيه او خدميه اجراءات مشدده وكبيره جدا، وعدد كبير يفوق 20,000 بين ضابط ومنتسب مشترك بتنفيذ الخطه الامنيه في محافظه النجف الاشرف دخولا باتجاه كربلاء. مديريه صحه النجف، دائره الصحه العامه وفرقه من الدفاع المدني لمديريه النجف، وكذلك فرقه الامام علي وفرقه العباس، هذه الجهات الاربعه مستمرة بالتعقيم والتعفير. كنا نتمنى أن الجميع يلتزم بوصايا السلامة والصحة، ولكن حقيقة ما شفنا ذاك الالتزام والوعي الكبير جدا. نتمنى يعني الفترة القادمة أن يكون تجديد الإجراءات. شددنا، بدينا نشدد إجراءاتنا من مدخل النجف، وبدأت حملة لتوزيع الكمامات، وهذه مهمة جدا. أكثر من 500 إلى 600 ألف كمامة تم توزيعها هذا اليوم، ومستمرة إلى نهاية الزيارة إن شاء الله.